السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي صورة فيها أجزاء وأنا عايز كل مرة أركز على جزء معين وأعمل انتقال ظريف، فأجي من قائمة insert وأقول له إن أنا عايز أنزل الشيب وأختار شكل مثلا زي السيركل أو دونتس أهوت. تقدر إن أنت طبعا تصغر شوية بحيث إن هو إيه يركز على حاجة معينة. بالشكل ده دلوقتي عايز ازود بقى الشفافية، فهقول له ان انا عايز اروح لفورمات واقول له الفيل هنا، اقول له ان انا عايز دوت 20%. وتقدر تغير بقى ايه، لو انت عايز تغير اللون، عايز تغير الشكل نفسه براحتك. طيب اقدر اجي هنا على السلايد ديت واخد منها كوبي بيست بيست، وبعد كده اجي هنا وغير ده للمكان هنا، واجي هنا اروح مغيرها مثلا ل هنا مثلا. طيب بعد كده عايز اعمل حركة انتقالية، فهعلم عليهم كلهم واروح لحركات انتقالية واقول له مورف، وتعال نشوف الشكل بقى عامل ازاي لما اقول له F5 ادوس ذس انتر، فهتلاقي اتنقلت بالشكل دوت. انتر تاني هتلاقي اتنقلت بالشكل دوت. فتقدر تعمل حركة انتقالية ظريفة على الباوربوينت. ممكن يكون عندك اجزاء من مشروع او التيم وورك او اي حاجة.